في اراضي ديال ابو رقراقر بغا يحيدوا لهم اراضي الجمع السلالي في مطار. دخلت الامم المتحده لان كاين واحد البند ديال 21 حق الجماعات السلاليه اللي عندها تاريخ حق الارض ديالها. هذه كاين ضمانه ماشي كان دابا يضمن لنا الدستور ولا كيضمن لنا القانون المغربي، راه كتضمن حتى الامم المتحده. راكم انتوما من اقدم مناطق اللي كاينين في مزاب التاريخ، باش ما بغاو جغرافيا نشرحوا لهم يفهموا. انتوما راكم تكتلوا القديم، عندكم ظاهر شهيد، عندكم اعتراف ديال الدوله، عندكم اعتراف من القصر، من جدود جدودهم، من محمد الخامس. عاش الملك، عاش الملك. ثم ما ظالمين حد، ما والو. هذه الشركه تبين على شفاره ديالها، الشركه ما عطاوهاش حتى السميه. وهذا هذا هو السبب اقول لي ديال ما والله ديال ما بقات خدمت الشركه. والله هذه المدر الشركه ديال المدر حيدير الركابي. لا ما عندناش ما عندناش. راه دابا غايجيوكم ناس وغايجيو وغادي يجمعوا لكم هادشي، غايجي صاحبك والطلق واكل من وراك، ويجي ويقول لك ويدير لك في ودنك، يقول لك هادشي راه حنا راه دايرينو وجه خرق قانون، ويجيو ناس كاينين هنايا جايين يخلعوكم. ما انا ما كنتشكل حتى في حد، ما تديروش. انا كنقول لكم كننبهكم، راه غايجيكم ناس من اللي الاول، منكم 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 انتوما هنا واقفين في المظاهره، منك باركي يخسر لكم المظاهره. اللي يخسر شي مظاهره التزم ولا سيد. اللي ما تافقش معنا علاش ما تافقش؟ قول مبرر علاش. اما باش يجي واحد بحالكم بوندوي ونهضروا وما يخليكمش، هذا راه ضد، هذا راه ما معاكم، هذا راه عدو. اي احنا ما باغيش، راه هذوك كل كان هذوك الناس من هو اللي داروا لينا هذا الشيء، راه ربما ما عارف. راه ولاد القبيله غير ضحايا سي محمد، راه ولاد القبيله. حنا ما باغيش لهم الان، ما باغيش لهم الاد. انا ما كنقولش لك ما تاديش، ولكن ما باغيش الاد. حنا هذوك خوتنا ولادنا، ربما الفلوس هي راه عندنا في الصحراء حتى شي كتعمي. هذا لمعان لا لا غادي نقولوا واحد القضيه، واحد القضيه نكمل لك، نكمل لك. حنا ما باغيش نديروا فتنه في الحياه، باغينا الحق. اللي يخرجوا الناس يستافدوا، كاين باغيين يستافدوا فعلا، وكاين بغاو يديروا تنميه. على اللي بدا يخرجنا القرارين، هاد التنميه اللي غتولي في البلاد. دار البنيه التحتيه المدموريه، ما كانت هيكله وبلاتي. اسكت اسكت. كلمه الاخيره اللي بغيت نقول لكم، راكم عجبتوا بنادم وعجبتوا تلاف، وراه دابا عندي فيسبوك تقريبا الناس برا، خوتكم ولادكم الناس فرحانين، ناس ناس بعاد هذه فرحانين، فتمناو يكونوا في هذه اللحظه معاكم. معاكم والله معاكم، ما تخليوش شي حد يصوت لكم في ودنيكم. راكم على حق وراكم قانونيين 100%. حنا اتفقوا بركم عبدياتكم، ديروا اتاي، ديروا شي حاجه ولا هذه اللي تجمعكم كقبيله، وانتم راكم معروفين بالخير. ولات الموسم، ولات الموسم، وليتوا كتنظموه، وليتوا كتبينوا اتحاد وكيفاش كتنظموا، كيفاش كتتحدوا. استغلوا هذا الموسم، كيفاش كديروا ذاك الموسم، كيفاش كتكون الارض، كل واحد كيعطي من جيبه، كتنوضوا الحاجه، وفي العزو كتبينوا في راسكم في العزو. راكم قبيله باقا قبيله، وقبيله عندها شي مبادئ زوينه. كملوا على هذا الشيء، وربي معاكم، وغيرجع رغما عن الجميع، اما يرجع واما يستفيد داوي، يستفيد داوي الحقوق. انتم راكم داوي حقوق، شنو قولين داوي حقوق كتسماو في القانون، دابا في القانون ديال الظاهر الحريه العامه، اش كتسماو داوي حقوق؟ علاش داوي حقوق؟ لان اراضي الاستغلال حاسب داوي حقوق. حنا باغي الفرد، القانون واضح كيقول لك اما يستغل عن طريق البيت الاسرويه، او عن طريق قبيله كاين فخذات كيسميوهم فخذات، ولا كيتستافد الفرد. حنا باغي الفرد، فرد فرد فرد. واحد عنده بيت 160000 ولا
عدوا 10 دراري في الدار وواحد عدوا جوج وحدين يجيو 160 بحالو بحال هذاك. لا حنا باغي الفرد الا بغاو يديروا معنا هادشي نبيعو. وكانوا ومجلس الوصايه بشرط ان مجلس الوصايه يجي ينفذ لنا المشاريع عيط على الوكاله. وانا جبت لكم ابي رقراق هذوك الجماعه ديال الجماعه كاينه في الرباط في الزعير في الزعير جاو بغاو يديروا لهم واحد المشروع كبير دار في الفرق. ما 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 تحركوا من تما ما وافقوا ليهم النواب حتى جات الوكاله ودارت تصميمات بينات من الناس قالت لهم انا غادي ندير مشاريع وعارف المشروع فلان فلان واش غنخسر عليه. اش غندير لكم انا في القبيله وقبيله مشروع ها هو التصميم ديالو كل فهم كل شيء انا غادي نصادق عليه. يقدروا يديروا هذا الشيء مرحبا بيعوا الطلب الطلب كانوا بغاو ينموا لنا بلادنا مرحبا. انا واخر كلمه كنقول لكم انا راه ما خصنيش نبان معاكم ورانا عزيزتي راه انا ولكن ان شاء الله راه غنعيط على الاخوان ديال الصحافه لان الصوت ديالكم راه ما تسمعش. ما بقاش انت غدا جيبو اش انت ليك.